السلام عليكم الخوت، نتمنى كل شيء يكون في امان الله. المهم مرحبا بكم في لاشين ديالي الجديده تحت عنوان معلومه جديده، نيو انفورميشن فور يو. هذه القناه اللي كانت كترتكز غير على المجال الرياضي فقط، اليوم مساعده مع بعض الاصدقاء اللي غاديين يقدروا يعطيو الجديد في شتى المجالات، يعني المجال الدراسي ولا المجال العملي او المجال التكنولوجي، المجال الثقافي، المجال الرياضي، وكذلك عده مجالات اخرى. المهم حنا رهنا الاشاره ديالكم، على اي استفسارات ولا فهم اي حاجه في القرايه غير كتبوا في الكومونتيرات، ان شاء الله غنحاولوا نجاوبكم ونعاونكم باذن الله قدر الامكان. اذا القناه ديالنا غتبدا بالمعلومات والافكار اللي تقدر ما تطيحش في بالك الا كنتي من المعجبين بالنسبه للمجال الثقافي وبغيتي تبني الفكر ديالك، فهناك سلسلات غنحطهم لكم ونوضح لكم المعلومه اكثر فاكثر. اما المجال الدراسي اي حاجه احتاجيتوها يا صحاب الباك يا صحاب الجيهوي راسلونا في اي ماده ما فهمتوش ليها، اي درس نعاونوكم، والله هذا الشيء كنديروا باش الدراري يوعاو شويه ونزيدوا بنفوسنا لقدام ان شاء الله، حيت الا ما درناش هكذا غنبقاو ديما في بلايصنا ثابتين والوقت كيدوز علينا. اما بالنسبه للبرامج بغيت نقول لكم انا استاذ برنامج الاوتوكاد وداك الشيء ديال الديسان تكنيك، تنقري الدراري بالفلوس، انا غنشرح لكم كل شيء ان شاء الله وما تعطيوني حتى ريال، حيت هذا الشيء اللي بغيت ندير بيني وبين مولاي، ما تقولوش هذا باغي يربح في القناه معنا ولا شي حاجه، حيت الحمد لله انا والله ما خاصني شي خير ولا شي حاجه، جيت غير باش نعاون الدراري الشباب وصافي. الانسان يدير الخير راه هذا الشيء اللي غادي يدي معاه في الدنيا. غادي نشرح لكم كذلك كيفاش دازت التجربه ديالي في الحياه باش كل واحد فينا ياخذ عبره من اللي سبقوا. الخير الوحيد اللي تديروا هو تعاونوا بعضياتكم وبارطاجيو بيناتكم قدر الامكان، المعلومات ما تخبيهاش على صحابك باش الله ييسر لك في حياتك. ما نطولش عليكم، المهم الا كنتي باغي يوصلك الجديد ديالنا وتستافد تشارك في القناه وتضغط على زر الجرس باش ديما يوصلك اي جديد للقناه. وما غنقولش لك صيفط لي لصحابك باش يستافدوا، حيت هذا الشيء كيتعلق بك انت. الا كنتي باغي تكون من خيرات الناس وكتبغي الخير للناس راه باينه غتعاون صحابك بلا ما نقولها لك انا. يلا اعزائي، هذا كان تقديم بسيط للقناه ديالنا، انتظروا منا الجديد ان شاء الله. يلا في امان الله، استودعكم الله.